أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء وكل عام وأنتم بخير، ولكم أسمى تحياتي من محطة تلفزيون الكويت. وفي هذا اليوم الأغر تنساب في أعماقنا ملايين الذكريات السعيدة، وتمتلئ قلوبنا بالفرحة والسعادة والفخار. 25 فبراير يوما يتيه على الأيام فخرا ويختال على الزمان بحدثه العظيم، عيد كويتنا الوطني، وبداية رائعة لانطلاقات أكثر روعة. ولسنا أعزائي المشاهدين في مجال ترداد الأقوال، بل نريد أن نمتع أنفسنا بتأمل الإنجازات العظيمة التي حققها بلدنا الكبير الحر الناشر جناحيه يحتضن كل مثل الإنسانية وقيمها. والآن نترك هذا المكان ونبدأ جولة طويلة نزور خلالها تطبيقات راسخة لآمالنا وتحقيقات فيها كل الخير لنا، ونتقابل مع الناس في كل مكان، في المصنع والشارع والمدرسة، ونشاركهم آمالهم وأفراحهم وأغانيهم. هي جولة إعلامية فنية ممتعة، نأمل أن تسعدوا بها. نتجه الآن أعزائي المشاهدين إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وهي تعتبر إحدى الأسس الرائعة في اقتصاد الكويت، وانطلاقة لاستغلال ثرواتنا البترولية لخير الشعب ورفاهيته. ولقاؤنا الأول مع الأستاذ أحمد السيد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، وواحد من الساهرين على الانطلاقات العديدة التي يحققها كويتنا الحبيب. وسوف نتحدث معه، نحاول الإلمام بجوانب تلك المنشأة الهائلة. نحن الآن في مكتب الأستاذ أحمد السيد عمر، وفي خلال دقائق قليلة نتحدث مع سيادتك حول العديد من الأمور المتصلة بالشركة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، ما هي أهداف وأغراض الشركة؟
المادة الرابعة من عقد التأسيس الشركة حدد أهداف الشركة. أهداف الشركة هي أنه تكون شركة متكاملة، يعني من البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتجميع والنقل والتسويق، يعني كل عمليات الشركة في صناعة البترول والعمليات اللي يسمونها متحدثة. يعني احنا نقوم في عمليات الشركة لتحقيق اهدافها على اساس كل عمليات صناعة البترول. طيب ما هي نشاطات الشركة في الاسواق المحلية؟ في سنة 1961 احنا استلمنا كافة مرافق التزويد المحلي من شركة كيوسي، وبالطبع دفعنا قيمة الدفترية في ذلك الوقت، واستأجرنا الاراضي من هالمحطات هذه من الدولة وندفع عليها ايجار سنوي. وبالطبع احنا ان نشاط محسوس يعني في التزويد، بحيث احنا نؤدي خدمة للجمهور، خدمة ممتازة نعتقد. كما نعتقد النشاط محدود؟ لا، نشاط ملحوظ، نشاط ملحوظ في الاسواق على اساس نقدم خدمة تامة للجمهور ونأمن احتياجات المحلية من الغازلين ومن الكيروسين ومن زيت الوقود، ونمون ايضا بعض السفن المحلية اللي تفعل علم الكويت ايضا بزيت الوقود. كما ان الشركة ايضا عندها شركة اخرى متفرعه عنها تأمن زيت وقود الطائرات اللي هي نسميها شركة كاركو. احنا نملك شركة بترول وطنية 80% منها، وشركة بيفي تملك 20% فيها منها. هل هناك مشروعات قيد الدراسة تنوي الشركة القيام بها؟ طبعا كأي شركة نفطية لدينا عدة مشروعات يعني نفكر فيها، بعضها تم وبعضها قيد الدراسة. فمثلا في نطاق التسويق المحلي لدينا الآن حوالي 20 محطة في مختلف أنحاء البلاد، ولدينا أيضا 5 محطات قيد الإنشاء، وسيتم إن شاء الله انتهاء منها في حوالي شهر أو شهرين. وعندنا أيضا مخطط ل3 محطات أخرى. نحب يعني نقدم للجمهور مثل ما ذكرت خدمة أكبر، ونزيل الضائقة اللي تحدث في بعض المحطات حتى نسهل الأمور للسيارات بالتزويد. أما عن المشروعات المهمة جدا بالنسبة إلى مشروع المصفات، فبالطبع هذا المصفات تتيح لنا فرصة في المستقبل أن ربما هناك بعض المواد الخام من المواد المصنعة في هذه المصفات ربما تكون مادة خام لصناعة بتروكيماوية، وبالطبع هذا من الأشياء اللي احنا نفكر فيها في المستقبل. وبالطبع هناك عدد من المشاريع قد تكون يعني عملية ناجحة للشركة، بس لا زالت الآن هي في دور الدراسة. سؤال الأخير أستاذ أحمد، نعلم أن مصفات الشعيبة من أهم المشروعات التي قامت بها الشركة في السنوات الأخيرة، فهل يمكن أن تعطينا فكرة موجزة عن هذا المشروع الكبير؟ وتكمل السؤال، ماذا أعددتم من مخططات لتفريغ منتجاتها في الأسواق العالمية؟ ما في شك أن مشروع مصفات الشعيبة هو أكبر مشروع أقدمت عليه شركة البترول الوطنية، وفعلا مثل ما سمعتوا كلف حوالي 150 مليون دولار، وهو في الواقع مبلغ كبير بالنسبة إلى شركة ناشئة زي شركتنا. إنما الآن احنا مركزين كل جهودنا على إنجاح هذا المشروع بإذن الله. في الواقع بدأت فكرة هذا المشروع من سنة 62، وحتى في الوقت اللي احنا ما كنا نملك النفط الخام، إنما كانت فكرتنا أن إنشاء هذا المشروع الكبير على أساس أنه يغذى بنفط الكويت. بالطبع هذا عامل لزيادة الإنتاج في الكويت. طاقة المصنع تبلغ حوالي 95,000 برميل، وهي طاقة كبيرة، لكن هذا المصنع حديث جدا، وهو أول مصنع في العالم بهذا الحجم الكبير يعمل كلية بالهيدروجين. وهذا المصنع ينتج منتجات بسيطة، مقطعات بسيطة، إنما هي عالية الجودة، يعني تجد لها مركز في السوق. المقصود من وراء هذا المشروع الكبير هو انه عمليات الشركه تكبر، وبعدين بذات الوقت يعني مجال لتدريب شباب الكويتي، وبعدين مجال اخر لتصريف كميه كبيره من نفط الكويت. طبعا هناك عده عوامل اقتصاديه اللي خلتنا نبني هذا المشروع. اولا عامل جغرافي بالنسبه للكويت، بعدين عامل زيت الكويت اللي متوفر عندنا، وبعدين عامل انه الغاز رخيص، الكهرباء رخيص، يعني هناك عدة عوامل اللي خلت هذا المشروع. بالطبع هو ما ينظر إلى أن المشروع هذا يكون يعني في بدايته مثلا ككنز، إنما هو يريد مجهودات كبيرة لإنجاحه، وهو مشروع مو إذن يومه، إنما هو مشروع بعيد المدى. فإحنا ننظر إلى هذه الناحية.
أما من ناحية السؤال الشق الثاني من السؤال اللي هو ما عددنا من مخططات لتصريف المنتجات، بالطبع احنا واحنا ماشيين في المشروع في قيد الإنشاء سنة نهاية 66 أنشأنا مكتب في لندن، مكتب تسويق. في الواقع زودنا بخبرات ممتازة جدا وفي ناس مسوقين، يعني كل عملهم انهم يسافروا من وقت لآخر ويقولنا العملاء اللي احنا نتعامل معهم. وبالطبع احنا وجدنا يعني من نتيجة فعاليات هذا المكتب في الواقع حصلنا على عدد كبير من العملاء ومن اللي يحبون يشتغلون معنا. وهذا في منتجاتنا لسنة 68 في الواقع صرفناها، وكذلك منتجاتنا لسنة 69 أيضا صرفناها. لا بل إحنا الآن في الوقت الحالي في هالسنة هذه نعاني بعض الحجز، إنه بعض وحدات المصفات مع الأسف لظروف يعني ما اشتغلت، يعني نعاني عجز بعض المنتجات بحيث إنه مضطر نشوفها من هنا وهناك نشتريها حتى نعوض. فمن هالناحية هذه إحنا نرى إنه بالمستقبل لا نجد يعني صعوبة كبيرة في تصريف المنتجات. أولا إن منتجاتنا عالية الجودة، ثانيا نسبة الكبريت قليلة، ثالثا إن الأسعار اللي إحنا نبيعها يعني أسعار معقولة جدا، لا هي متداولة جدا ولا هي يعني اللي كلش يعني شيء معقول وشيء عمل تجاري. وإحنا ما ننكر يعني جهود المكتبنا في لندن في ناحية تسويقية. طيب شكرا أستاذ أحمد. سيداتي ثلاثي، نحن نشكر الأستاذ أحمد السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية على هذه المقابلة. والتطور والنماذج التي شاهدناها تدل على قدرات شعبنا وطاقاته الخلاقة، كل ذلك ينمو ويزدهر وسط حياة هادئة آمنة لا يعكر أجواءها القلق أو التوتر. وتكن وقتنا التالية مع العيون الحارقة. أيوه شارع الخليج مقابل هندسة الزهبي، إن شاء الله حاضرين. في هذا اليوم العظيم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا ممكن ناخذ فكرة عن نشأة الكلية وتطورها ومتى الإقبال عليها. أنشأت كلية شرطة قبل 3 شهور تقريبا، والقصد بإنشائها كان هو تأهيل وتثقيف الشباب الكويتي من الذين يرغبون بالانخراط في سلك الشرطة. قبل أن تكون كلية كانت مدرسة للشرطة بالسابق، مدرسة الشرطة حيث افتتحت عام 1956، والغرض منها طبعا كان هو تدريب أفراد الشرطة
وعملنا طبعا في بعض الدورات للضباط حيث كانت الوزارة بحاجة للضباط، لكن اهتمام المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم مع الوزير أتاح الفرصة للوزارة بأن تقوم بافتتاح هذه الكلية، وعلى الأساس افتتحت قبل 3 شهور تقريبا، والإقبال عليها شديد جدا حيث تقدم أكثر من 60 طالب يطلبون الانخراط في سلك الشرطة. هل هم يدرسون الطلبة؟ لا، لم تبدأ الدراسة عندنا في هذا العام. سنقوم افتتاحها رسميا في 15/9/1969 حيث دراستنا ترتبط مع جامعة الكويت في بعض مواد القوانين. هذه طبعا فكرة بسيطة عن إنشاء كلية الشرطة. لو أردنا أن تطور في البرامج طبعا راح نأخذ وقت كثير. إذا ممكن، طيب احنا نعرف أن الكلية تضم عدد كبير من الوحدات ونتمنى أن نشوف بعض منها. طبعا الكلية تضم وحدات كثيرة، هي وحدة الخيال ووحدة الموسيقات ووحدة الدراجات النارية ووحدة الكلاب البوليسية، يعني 4 وحدات. 4 وحدات بالإضافة طبعا إلى نفس الكلية وهو النظام المتبع بالكلية. وباستطاعتنا الحين نروح إلى ميدان تدريب على أساس نشوف النشاط هذا في الميدان. إذا تحبون تفضل.